لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام، ونعزي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعلماء الأعلام، وبالخصوص المرجع الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله، بمناسبة حلول شهري الأحزان محرم وصفر من سنة 1440 هجرية. برنامج هداية السائل للإجابة على الأسئلة الدينية والعاشورائية وكل ما يخص الشعائر الحسينية. في الحلقة الماضية وصلنا إلى مسألة فضيلة زيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام، ونكمل في هذه الحلقة باقي الروايات التي تذكر هذه الفضيلة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. ذكر الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، روى قالا كلاهما روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام أنه قال: علامات المؤمن 5: صلاة 51، وزيارة 40، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. محل الشاهد في هذه الرواية زيارة 40، جعلها الإمام عليه السلام هنا من علامات المؤمن، أن يزور الإمام الحسين عليه السلام في يوم 20 من صفر الذي هو يصادف مرور 40 يوم من يوم مقتل الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا اليوم يوم 20 من صفر. كما أيضا تواترت الروايات التي تنص على استحباب الزيارة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام بصورة مطلقة في كل وقت. روى الشيخ الطوسي بإسناده عن صفوان الجمال قال: قال لي مولاي الصادق عليه السلام: في زيارة 40 تزور ارتفاع النهار وتقول: السلام على ولي الله وحبيبه، وباقي طبعا مفردات الذكر والزيارة، وذكر الزيارة إلى أن قال: وتصلي ركعتين وتدعو بما أحببت وتنصرف. هذا مجمل الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي. محل الشاهد فيها هو التأكيد على زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم 40 من صفر. أما عن فضل الزيارة وثوابها، هناك رواية رواها محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زار قبر الحسين عليه السلام لله وفي الله أعتقه الله من النار وآمنه يوم الفزع الأكبر، ولم يسأل الله تعالى حاجة
من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي زائر الإمام الحسين عليه السلام إذا كان بهذا النحو، أنه زاره لله وفي الله أعطاه هذا الثواب. أولا العتق من النار، أعتقه الله من النار. ثانيا آمنه من يوم الفزع الأكبر، هذا اثنين. ثلاثة يعني ثالث العطايا، العطاء الأول العتق من النار، الثاني الأمن يوم الفزع الأكبر، والعطاء الثالث أنهم مهما سأل الله سبحانه وتعالى حاجة، يعني أي حاجة سواء كانت من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة، إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى تلك الحاجة. ثلاثة آثار لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ثلاثة جوائز إذا صح التعبير يعطيها الله سبحانه وتعالى لزائر الحسين عليه السلام. عن عاصم ابن حميد الحناط يقول: سألت جعفر ابن محمد عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال: يا عاصم، من زار قبر الحسين عليه السلام وهو مغموم أذهب الله غمه، ومن زاره وهو فقير أذهب فقره، ومن كانت به عاهة فدعا الله أن يذهبها عنه أذهبها عنه، واستجيبت دعوته وفرج همه وغمه. رواية في الحقيقة رواية عظيمة، فيها آثار كثيرة لمن زار الإمام الحسين عليه السلام وهو في غام، في فاقر، أو عنده عاهة مثلا، كل هذه تذهب وتزول بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. فمن قصد الإمام الحسين عليه السلام وهو فيه من هذه التي ذكرت في الرواية، العاهة والهام والغام، كلها تذهب وتزول ويستجاب دعوة زائر الإمام الحسين عليه السلام. تكملة الرواية أيضا يقول الإمام الصادق عليه السلام لعاصم: فلا تدع أن تأتيه، فلا تدع أن تأتيه، فإنك كلما أتيته كتب لك بكل خطوة تخطوها 10 حسنات، ومحي عنك 10 سيئات، وكتب لك ثواب شهيد في سبيل الله أهرق دمه، فإياك أن تفوتك زيارته. هذه الملاحظة بالأخير للإمام الصادق عليه السلام يحث ويحض عاصم في أن يقول له: إياك، فإياك أن تفوتك زيارته، يعني زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لما فيها من كل هذه الآثار ومن كل هذه الجوائز. في رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول فيها: من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له ثواب 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مقبولة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواية في الحقيقة فيها
إشارة عظيمة لزائر الإمام الحسين عليه السلام في أن هذه الجائزة العظيمة جائزة أن كل من زار الحسين عارفا بحقه ماذا كتب له؟ كتب الله له ثواب 1000 حجة مقبولة، مو فقط حجة واحدة. يعني من يذهب إلى مكة ليحج، فإذا مثلا من هذه الحجة نال حسنة واحدة أو نال ثوابا وأجرا واحدا، زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء تساوي 1000 من هذه الحجة المقبولة. كذلك 1000 عمرة مقبولة. بعد وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهناك أيضا روايات كثيرة في فضيلة زيارة الإمام الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام، يعني ليس فقط اتيان الإمام الحسين عليه السلام مثلا أو التواجد في كربلاء فقط، وإنما المشي. المشي له أثر وله ثواب وله جائزة. في كتاب الوسائل للحر العاملي عقد بابا حول فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام ماشيا، طبعا تحت عنوان باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام. يعني مو فقط الوصول إلى كربلاء كيفما كان بالطائرة بالسيارة بأي مركب من المراكب التي توصل إلى كربلاء، لا، وإنما هناك خصوصية للمشي. لاحظ هذه الرواية. طبعا الحر العاملي في هذا الباب أورد فيه 6 أحاديث في فضل ذلك، يعني في فضل المشي للإمام الحسين عليه السلام. منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل. جائزة عظيمة في الحقيقة. كل خطوة، يعني كل ما ترفع رجل وتضعها على الأرض من أي مكان بدأت فيه رحلتك إلى كربلاء أو للإمام الحسين عليه السلام، من تلك الخطوة الأولى أنه كلما ترفع قدم وكلما تضع قدم على الأرض لك ثواب عظيم. شنو هذا الثواب؟ شنو هذه الجائزة؟ الجائزة تقول عتق رقبة من ولد إسماعيل. طبعا ماكو خصوصية لهذه المسألة، لكن لعظم الجائزة أن تكون هذه الرقبة من نسل إسماعيل عليه السلام بذي. وعن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. أيضا هذه الرواية تؤكد على عظمة ثواب من يأتي ماشيا للإمام الحسين عليه السلام بكل خطوة 1000 حسنة، ومحى عنه أيضا 1000 سيئة بكل خطوة، بكل خطوة يخطوها زائر الإمام الحسين عليه السلام. لذلك هناك توصية من الأئمة عليهم الصلاة والسلام في روايات أخرى، وسوف نأتي على ذكرها إن شاء الله، لكن
فيما يخص هذا المقام أحببت الإشارة إلى تلك الرواية، وهو توصية من الأئمة في تقصير الخطى لكي يحسب الثواب على تلك الخطى في تعدادها، حتى يكون الخطى كثيرة، حتى تكون الخطى كثيرة. لذلك يستحب تقصير الخطى للوصول إلى كربلاء أو للوصول إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، حتى تكون الثواب والجزاء يكون عظيم وكثير. بل في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، حتى إذا صار بالحائر، المقصود بالحائر يعني ما حار الماء كما ذكر كذلك في التاريخ أنه المتوكل العباسي لعنة الله عليه حرث أرض كربلاء وفتح الماء عليها حتى يضيع القبر الشريف أو أثر القبر الشريف، فوصل الماء إلى القبر وتوقف وحار حول القبر. لذلك يسمى أو تسمى هذه المنطقة بالحائر لهذا الحدث أو لما صار من توقف الماء عند القبر وعدم تجاوز الماء لهذا المقدار من المكان، فسمي هذا المكان بالحائر. الرواية تقول: حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين. لاحظت؟ فالمشي إذا جاء ماشيا من بيته الجائزة هي شنو؟ بكل خطوة حسنة وحط بها عنه شنو؟ سيئة، وكتبه الله من المفلحين حينما يصل إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام. طبعا وهناك روايات كثيرة حول فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، سواء راكبا أو ماشيا، هناك روايات كثيرة سوف نأتي عليها إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.